دكتور فاروق الباز، اهلا وسهلا بحضرتك معانا. اعتقد ان احنا كلنا النهارده يعني في الاستوديو، ويعني كل المشاهدين هيبقوا في منتهى السعاده هم بيلتقوا بالدكتور فاروق الباز. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. يعني دكتور فاروق، احنا طبعا يعني اجلنا شويه هذا الحديث مع حضرتك نتيجه احداث غزه، وشفنا رد فعل هذه الاحداث في الشارع الامريكي. يمكن دي لاول مره ولا ايه؟ يعني كان حاجات كده، ردود فعل صغيره هنا وهنا وهناك. المره دي الناس شعرت ان دي سفاله ليس لها حدود، فالناس كلها يعني تأزمت من ده. طيب الدكتور، حضرتك دلوقتي يعني نشاطك ايه؟ مركز على ايه على سبيل التحديد يعني؟ انا لسه بكتب الكلام بتاع الاستشعار عن بعد والصور بتاع الفضائيه والجيولوجيا العالم العربي، كل ده لسه ما اتكتبش، لسه بيتكتب دلوقتي عليه. طيب جميل جدا. هو فكره الاقمار الصناعيه والاستشعار عن بعد ويعني استخدام هذه الوسائل في تحديد المشروعات، بالتالي تقدمت جدا في العالم، مش كده؟ يعني الناس او يعني بيعتمدوا دلوقتي على فكره القمر الصناعي، بقى شيء معتاد. فعلا هو النهارده في الدول المتقدمه لا تقوم اي شيء ولا اي منشاه ولا اي حاجه الا اذا كان الاختيار مبني على ماذا تقول الصور الفضائيه. طيب سمعت حضرتك عن مشروع المثلث الذهبي لتنميه منطقه قنا وسفاجا والقصير؟ ده مهم جدا، لان احنا كنا ناسيين الحاجات دي خالص، ناسيين احنا المناطق دي على وجه العموم. احنا الناس في مصر كلنا مربوطين بالنيل، يعني يمين على شماله وعلى شماله، وبناخد من النيل. والنهارده بقى زاد التلوث النيل عشان اعدادنا كترت، فلازم نفكر ان احنا ازاي نعيش ونعمل حاجاتنا والاقتصاد بتاعنا والصناعات بتاعتنا خارج وادي النيل. فأنا مبسوط جدا ان احنا عايزين البرنامج بتاع البحر الاحمر دي عند قنا وسفاجا والقصير، ده مهم جدا ان احنا نبتدي التنميه هناك. يعني حتى لو هي هذه المناطق مناطق صحراويه، والبعض بيقول انه يعني التنميه في الصحراء مش سهله. لا، التنميه في الصحراء مش سهله طبعا، لكن ما دام ان احنا عايزين يعني نحد من استخدامها، نحدد ايه الحاجات اللي عايزين نستخدمها. عايزين نبني هناك قرى ومدن صغيره تاخد المياه الجوفيه، ايوه. هل في مياه جوفيه تكفينا؟ ايوه. وهل نقدر نبني هناك كويس؟ ايوه. وبعدين عايزين تزيد، لو زاد تعداد السكان هناك نعمل ايه؟ كل ده ممكن التخطيط له.